طلعت. اتفضلي. ايه ده؟ موبايل جديد؟ وفي خط باسمك عشان هتلغي الخط القديم. ويا ريت بقى محدش يعرف الرقم الجديد ده. محدش؟ محدش خالص. طب واهلي؟ بالنسبة لاهلي؟ اهلي كلهم اوكي ما عدا خالد. يوسف انا مش عارفة بجد ليه انت حاطط خالد في دماغك. خالد مين اللي حطه في دماغي؟ انتي اتجننتي؟ مش قصدي يوسف، انا بجد عمري في حياتي ما فكرت في خالد ده، اوكي؟ وكمان عمري في حياتي ما حبيت حد غيرك. بس هو بيحبك صدقيني، انا عارف. مين قال لك الكلام الفارغ ده؟ وبعدين على فكرة خلاص خالد اتجوز، اوكي؟ اتجوز بعدين بشهر واحدة اكبر منه، يعني بنتحر بسببك. يوسف خلاص انا بجد زهقت من الكلام في الموضوع ده. يبقى نقفله وتنفذي اللي بقولك عليه عشان خاطري يريحيني. لا اذا كان عشان خاطرك اقتله. مش دلوقتي، بس عندي طلب تاني. موافقة ومن غير ما اعرف ايه هو. خلاص بموت فيك. كان أصعب قرار خدته في حياتي. ليه كده يا يارا؟ أنتي من أحسن الناس اللي عندنا. والله كان نفسي أكمل يا فندم، بس حضرتك عارف بقى ظروف الجواز. بصراحة طول عمري نفسي أبقى أم، وكمان مفيش راجل في الدنيا هيتحمل إن مراته تفضل مسافرة بالشهرين وبالتلاتة. أوكي as you like. مرسي ليكي، هنفتقدك. مرسي جدا يا فندم، بعد اسمك. اتفضلت. بابا زعل مني قوي وقتها، لانه اكتر واحد في الدنيا عارف انا بحب شغلي قد ايه. بس معلش كله يهون عشان خاطري. اسمك